مقدسة بيقوم بيها الجيش المصري في سيناء علشان يأمن حدودنا الشرقية اللي بيتسرب منها الإرهاب والمخدرات والسلاح والفوضى. كانت أهم وأخطر خطواتها هو عمل منطقة عازلة على الحدود وإعادة توزيع السكان بعيد عن الشريط الحدودي الشرقي. مشكلة سيناء جرح قديم بتحاول الدولة علاجه وبتدفع فيه دلوقتي فاتورة أخطاء أنظمة كتيرة في سنين فاتت، في نفس الوقت اللي بتصلح فيه علاقتها بالمصريين من أهالي سيناء وبتفكر في تحريك خطط التنمية لشبه الجزيرة المنسية على أمل الاستفادة من إمكانياتها ومواردها ومقاومة تحويلها الخنجر في جنب الوطن يستغله أعداء مصر بتحويلها القبلة لجماعة التطرف والإرهاب. وبين المشكلة وسعي الدولة لحلها وحربها على الإرهاب يفضل التواصل مع أهالي سيناء واحد من أهم شروط حفظ الأمن وجلب التنمية لأرضها. إيه اللي بيحصل في سيناء؟ إيه أوضاع أهالينا هناك؟ إيه مطالب أهالي سيناء؟ طيب إيه كمان الخطط أو مشروع المؤامرة الدولية الكبيرة فيما يتعلق بسيناء؟ وهل الخطة دي بدأ من زمان وكان في ضغوط على الإدارة المصرية في 30 أو 40 سنة فاتوا ألا يتم تعمير سيناء مثلا؟ دي أسئلة هطرحها على ضيوف الأعزاء النهاردة علشان نعرف ماذا يجري في سيناء ومطالب أهالي سيناء. بيشرفني في هذه الفقرة الشيخ عيسى الخرافين رئيس مجلس قبائل سيناء. أهلا بحضرتك وأشكرك على تشريفك معنا النهاردة. أهلا بيمن الله سلام. والكاتب الصحفي الصديق العزيز الأستاذ محمد عبد الله الباحث المتخصص في شؤون سيناء. أهلا بحضرتك. خلينا أبدأ بشيخ عيسى وأسألك عن أحوال سيناء النهاردة، ممكن توصفها لنا إزاي؟ أحوال سيناء النهاردة إن شاء الله إنها في حالة أفضل من السابق بالنسبة إلى محاربة الإرهاب. لقد قامت قواتنا المسلحة بعمل جيد في هذا المنوال، وما زالت تتقدم وتحصل على أفضل مواقع وأفضل أماكن في نجوع سيناء وفي وديان سيناء وفي جبال سيناء. كل قبائل سيناء تتعاون مع القوات المسلحة، كل القبائل بلا استثناء. نعم نعم، كل القبائل تتعاون مع القوات المسلحة، وأن بين القبائل والقوات المسلحة رباط متين. نعم، من قديم الأزل، والمشككون الخارجيون يحاولون جاهدين أن يصدعوا تلك القاعدة التي بين أهل سيناء وقواتهم المسلحة. هو للأسف اللي بيشكك لأن مش لاقي حد من أهل سيناء يطلع يأكد الصورة يعني. نعم، وحضرتك النهاردة موجود علشان توضح هذه الصورة. نعم، وعايز اعرف جهودكم في التعاون مع القوات المسلحه وايضا تعاون الحكومه والقوات المسلحه معكم، مثلا في عمليات النقل ما بين شريط الحدودي مع غزه ثم العوده 500 متر، يعني فيما يتعلق بمطالب اهالي سيناء في هذه المنطقه الحساسه. نعم نعم، نعم. نستكمل في الفقره الاولانيه. اهل سيناء كلهم متعاونون، والتعاون ده مع أهل سيناء من قديم الأزل، من سنة 50 و48 و55 و56 و67 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر العظيم. نعم،
أنا كنت أحد الأفراد المتعاونين في فترة الاحتلال بعد 67. نعم. وحاصل على نقطة الامتياز من الطبقة الأولى، ومعي إخوتي أعضاء جمعية مجاهدي سيناء، ويبلغ عددهم 757 فرد. كان لهم الدور العظيم في جمع المعلومات عن العدو، كان لهم اليد الطولة في إحضار أدق الأسرار. نعم. ووضعها أمام قواتنا المسلحة، إلى أن بقى العدو أمام قواتنا المسلحة كتابا مفتوح. بفضل جهود أهالي نعم. سيناء. نعم. 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 وأذكر من هذا الشيء عندما أتى إلينا الرئيس محمد أنور السادات في عام 1979 لاستلام مدينة العريش. نعم. وكان معه في ذلك الآونة وزير الدفاع كمال حسن علي. نعم. وبعد الاستلام وبالليل اجتمع وزير الدفاع بشيوخ القبائل، وألقى فيهم خطابا عظيم، وفيه جملة تقول: إن مسببات نصر أكتوبر خمس أشياء. خمس حاجات. خمس حاجات. واحد من الخمسة دول مجهود ابناء سيناء. كفانا فخرا واعتزازا بأننا قد ساهمنا في نصر أكتوبر ب20%، ولكننا لا نفخر ولا نامن على الوطن، لأننا لم نعمل إلا الواجب، والحمد لله عملنا الواجب ونحن أحياء، وغيرنا عمل الواجب واستشهد في رحمة الله وفي جناته. طب كلمنا عن النهاردة، التعاون اللي حصل النهاردة بين القبائل والقوات المسلحة عندما صدر القرار بأن يتم ترحيل البيوت اللي على الحدود وأهالينا في سيناء اللي على الحدود 500 متر إلى الخلف، وتوزيعهم واعطائهم مقابل مادي لبيوتهم والكلام ده. نعم. هل هناك حالة رضا او هناك ملاحظات اهالي سيناء وحضرتك بتمثلهم النهاردة تنقلها للحكومة؟ ال 500 متر حصل فيه اجتماع ما بين القوات المسلحة والمحافظة ومجلس المدينة. نعم. للمناقشة في ال 500 متر، والمناقشة في أمننا القومي بحضور مشايخ سيناء، بحضور سكان تلك المنطقة. تلك ال 500 متر. نعم. لأن هم أصحاب المشكلة. 620 بيت تقريبا. 802. 802. فاجتمعت معهم لجنة من القوات المسلحة والسيد المحافظ ورئيس مدينة رفح. نعم. وعرضوا عليهم الاشياء وقالوا ان احنا مثلا يعني بنحاول نأمن امننا القومي وبنحاول نعمل كذا، واحنا بنشوف العمليات بتتكرر وكذا، ولكن كانت استجابة اهل سيناء في مساحة ال 500 متر استجابة جيدة جدا. ال 802 بيت وافقوا. ال 802 بيت. واتفقوا على الآتي: متر بطون المسلح ب 1200. هذا التسعير أو التقدير جه من أهالي سيناء. لا، لجنة من الإدارة الهندسية. نعم. وارتضت أهالي سيناء هذه القيمة. وارتضت بذلك. متر البطون المسلح ب 1200. متر الجرميد ب 750. نعم. متر الارض المقام عليها البيت ب 100 جنيه. وصرفت التعويضات. وكل واحد بزلوله البيت
بروح على مجلس المدينة لاستلام الشيك. فوجئ هذا المواطن عندما يستلم الشيك ان فيه بيقولوا له امضي على الورقة دي. ايش في الورقة دي؟ قال انت ممنوع تبني في مسافة 5 كيلو متر. تبني في مسافة 5 كيلو بعد مش 500 متر، لا بعد 5 كيلو متر تبني. قال طيب يا جماعة انا لي ارض تبعد عن الحدود الدولية، مثلا اللي له ارض كيلو واللي له ارض تبعد 2 كيلو واللي له ارض تبعد 4 كيلو نعم عن الحدود الدولية. انا عايز اخذ مثلا تعويض البيت بتاعي وابني في ارضي. نعم. وان هذه ارضي كارض اي مصري معايا بها عقود ملكية. يعني عقود خضراء وهي ملكي زي ملك اي مواطن مصري. نعم. احنا كلنا تحت علم واحد. وكلنا رئيسنا واحد. ماذا ردت الحكومة بقى؟ قالت لا مش هتاخذ الشيك الا توقع على الورقة انك تبني خارج نطاق 5 كيلو. فكانت هذه عملت شوشرة شديدة في انفس المواطنين. جرح الله ولا لسه؟ لا لسه. اللي له ارض ما استلمش الشيك. عددهم كم؟ مش لسه يعني مش عارفين بالضبط. اللي له ارض خارج ال 500 ما استلمش الشيك. نعم. واللي مالوش ارض خد الشيك. خد الشيك. ولا تزال هذه المشكله قائمه. ولا تزال هذه المشكله قائمه، بل انها كمان يعني عملت قلق للمواطنين القاطنين في 5 كيلو. نعم. الكلمة دي. نعم. الكلمة دي عملت قلق للمواطنين القاطنين في 5 كيلو. أي إني أنا بكرة مثلا لما أزوج ابني مش قادر في أرضي جنب بيتي ابني له بيت. هيقولوا لي لا. طب ما تجتمعوا مع الجهات الحكومية. وهذا احنا منتظرين. اجتمعنا يوم الثلاثاء مع السيد الرئيس. السيد رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية ان شاء الله. وان شاء الله متأمل. وان شاء الله تجد هذه المشكلة حلها. ان شاء الله حيحلها هو ان شاء الله. نعم. اروح لضيف العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ محمد عبد الله الباحث المتخصص في شؤون سيناء، ومن يقرأ ابحاثه يؤكد دائما ان سيناء في خطر. هل لازلت عند هذه القناعة؟ طبعا. لان انا أرض سيناء مستهدفة منذ القدم، والعدو ما زال عدو برغم ما يسمى باتفاقيات السلام. هل العدو النهاردة هو إسرائيل فقط؟ العدو إسرائيل وإسرائيليات أخرى. نعم. بمعنى أن العدو قد تشعب لأن الأطماع قد تشعبت. إسرائيل ليست العدو الوحيد ولكنها المحرك الأساسي للعداء في المنطقة. سيناء بالذات مستهدفة لأنها أرض مليئة بالثروات، معبر استراتيجي للحضارات والجيوش، جرت على أرضها عديد من الحروب. إسرائيل ترى أنها صاحبة الحق فيها، وترى أنها يجب أن تكون أرض بلا شعب. استخدامها كمزرعة خلفية لترحيل الشعب الفلسطيني جرت فيه دراسات كثيرة، واستهداف سيناء بعمليات الإرهاب لعدم تمكين الحكومات المتتابعة من استغلالها كان موجود. لكن النقطة الأهم هو إذا كان هناك متآمر فلماذا تتحقق المؤامرة؟ نعم. بمعنى أنا أعلم جيدا أن إسرائيل لن تتركني، وأن إسرائيل تستهدف سيناء، وليست إسرائيل وحدها. أنا عايز أقول أن هو الاستعمار بالكامل يرى أنك مزرعة خلفية، وبالتالي سيناء جزء من هذا الصراع. سيناء أهملت، وأهالي سيناء عملوا لفترة طويلة على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة. وخلينا يعني إذا كنا نريد حلا فيجب أن نعترف بالجرح. يجب أن جرح لدى أهالي سيناء. أكيد طبعا. طوال 40 سنة اللي فاتوا. أكيد، لأن أنا مواطن زي شيخنا العزيز ما قال. كانوا يمنع من دخول أبنائهم الكليات العسكرية، لكن الآن الرئيس السيسي وافق على التحاق عدد من أبنائهم.
حضرتك قلت عدد. نحن نتكلم عن مواطنة، بمعنى أنا لا أزايد على أحد ولا أريد المزايدة وليس من مناهج المزايدة، ولكن دائما أقول أننا يجب أن نعترف بالحقائق وبالآلام حتى نغيرها. نعم. الرئيس السيسي كان رئيسا لجهاز أمني كبير ويعلم جيدا خطورة أن يكون داخل المواطن جرح. نعم. أنا لا أريد أن أستخدم لفظ التهجير، سأقول ترحيل، ولكننا ربما لا تهجرني من أرضي ولكن تهجرني من نفسي. نحن جرى للمصريين كلهم عملية تهجير من الوطن وهم جالسين في قلب طب عفوا، لما نستخدمش لفظ إعادة توزيع سكان، إعادة توزيع جغرافي؟ يعني ليه بناخدها بالتهجير؟ هو برضو أنا ساكن في مدينة نصر، بس الإجراءات الأمنية أو مصالح الدولة العليا رأت إن أنا أنقل لأكتوبر، يعني هل برضه أنا مش بزايد على الدولة، ولكن أهالي سيناء دفعوا ثمنا كثيرا مرات متتالية في فكرة إن هم مش موجودين على هذه الأرض ويتركوا هذه الأرض إلى أرض أخرى فداء للوطن، وهذا مقدر ويجب أن بس نقدر. أنت شفت أي دولة في العالم على الشريط الحدودي بتاعها بيوت للمواطنين؟ ده دائما مناطق. من الذي ترك يا استاذ محمد؟ يعني خلينا برضو ايه نقولها يعني اذا كانت هذه الانفاق يتم تهريب فيها سلاح، يتم تهريب فيها مخدرات، تجاره بالبشر، من الذي صمت عليها؟ فين الاجهزه اللي كانت موجوده بتراقب وبتتابع؟ احنا كان عندنا مصاريف كتيره بتعملها الداخليه لمتابعه هذه الشبكات. نعم. الفشل الامني اللي عملاه الداخليه بقى لها فتره، وده نتيجه برضو قرارات، يعني الرئيس الاسبق حسني مبارك اتخذ العديد من القرارات الخاطئه، كان من ضمنها اسناد ملف سيناء الى جهاز امن الدوله وسحب جهاز المخابرات الحربيه. نعم. لان احنا يعني انا كان لنا اصدقاء من منظمه مجاهدي سيناء من العسكريين، وكانوا بيقولوا لنا ان احنا عشان طب عفوا ده الماضي، يعني النهاردة ألا ترى أن لغة الدولة في تخاطبها مع أهل سيناء اتغيرت؟ بدأت تتغير ولكنها ليست بالقدر المطلوب. نعم. إحنا في سباق مع الزمن للم الجرح، لأن حضرتك أنت النهاردة بتركز على سيناء، لا ده مش سيناء. نعم. أنت لسه عندك الجنوب ولسه عندك الغرب. نعم. ونظرية شد الأطراف لأمريكا ومراكز الدراسات الأمريكية بتعملها بتتنفذ. سيناء في دراسة مهمة جدا كانت عاملاها من مجموعة الأزمات الدولية أو كرايزيس جروب، كانت بتتكلم على شيء غريب جدا جدا، أن سيناء ليست مصرية وأن التركيبة القبلية داخل سيناء لا تمت لمصر بصلة، ولكنها تتشتت ما بين قبائل حجازية ها وقبائل مغاربية، ثم هذه القبائل الحجازية تتشتت ما بين فلسطين والأردن والسعودية، وأن هذه الأطراف كلها في النهاية لا تمت لمصر بصلة، وبالتالي سيناء لا يجب أن تكون مصرية. إسرائيل، وخلينا برضو نقول أنه في بعض الأحيان نحن نأخذ هذه الدراسات على محمل أنها مجرد ورقة، هذه ليست مجرد ورقة. لماذا؟ لأن عندما من 2007 صدرت دراسة مجموعة الأزمات الدولية، فوجئت بأن مركز دراسات الكونجرس أيدها بمجموعة دراسات أخرى ومراكز أخرى لدعم فصل سيناء عن مصر وترسيخ بأن سيناء لم تكن مصرية ولن تكون مصرية، وبالتالي إسرائيل تعرض مشروعات تنموية داخل سيناء على أنها من منظمات دولية، أو مسألة من الآخر تدويل سيناء. تدويل سيناء إحنا يعني أنا لا أريد أن نصنع دفرسوار أخرى داخل المواطن السيناوي، وأيضا أنا لا أقول لا أزايد على أحد، ولكن أقول أن هناك محاولة للإصلاح يجب أن تتم بسرعة، يجب أن يكون هناك عصف، وأستخدم لفظ عصف، تنموي ليس أمني. تعبير رائع. أنا معك. أزمة سيناء لن تكون ملفا أمنيا، حبيب العدلي عمل مصر كلها ملف أمني. نعم. وبالتالي كانت سيناء جزء منه. أرجو من الرئيس نكرر ده بس أرجو من الرئيس أن يتخذ قرارا عاجلا بتنمية سيناء تنمية سريعة، لأنه كان في مشروعات حضرتك متقدمة بتلغيم سيناء بالبشر. إحنا عارفين العقيدة العسكرية الإسرائيلية لا تحارب في المدن لأنهم أجبن من أنهم ينزلوا. نعم. أرض المدن يبقى لازم تعمير وتوطين بقى هنا ملايين طبعًا المصريين طبعا. والنهاردة أهالي سيناء لن يمنعوا من أخواتهم بتقول أبي البحري. أنا عايز أقول لحضرتك مجموعة الدراسات الأولية كانت بتتكلم على أنه في جالية بوسنية لها حق تاريخي في هذه الارض وحددت لها ارض. يمكن احنا شيخنا العزيز يعني مواطن القبائل واراضيها معروفه ليهم ابا على الجد، ولكن مجموعه الازمات الدوليه حطت خريطه مرسومه رسمت حدود للقبائل، هذه قبيله الرميلات حيوات تياها، دي كلها ابتدت تعمل حدود جغرافيه للقبائل. هنا عندما اصنع انا حدود جغرافيه للقبائل، إذن ساصنع فيما بعد كانتونات لهذه القبائل، ربما لا تتم خلال سنه سنتين 10 سنين، حضرتك عارف الفكر الصهيوني يعمل ل 100 سنه حتى يحقق اغراضه. فنرجو الا ننفذ لعدوانا ما يريده، اسف في اللفظ، بغباء الاداره. هناك بعض الاحيان
غباء إداري يؤدي إلى كوارث. سيناء تعرضت لحالة من الغباء الإداري لفترة طويلة دفع فيها أهالي سيناء الثمن. وبرضو أنا لا أزايد على أحد، ولكن أرجو من الرئيس أن يتخذ قرارا عاجلا بإصلاح أشياء كثيرة. لا يجب معاملة السيناوية مواطنين من الدرجة الثانية، حقوقهم لازم تكون موجودة لأنهم هم دفعوا ثمن، دفعوا ثمن من الدم. خليني أسأل الشيخ عيسى الخرافين بس أخذ الإجابة بعد الفاصل. بعد بكرة هتجتمعوا مع السيد رئيس الجمهورية، أكيد لكم مطالب محددة هتعرضوها عليه وتقدموها له. هل هيكون من ضمن هذه المطالب تعمير سيناء أو توطين ملايين المصريين هناك؟ هاخد الإجابة من حضرتك بعد الفاصل.